مشاهدينا مساء الخير مره ثانيه، عندنا لكم في برنامج لا تكذب بالقاهره. والله يفكنا من الهرنات، احنا قادرين نصور وسب الهرنات. المهم شعب حلو، شعب جميل، شعب نكته، البلد كلها عسل، ولما قالوا ام الدنيا ما كذبوا. المهم سؤال حلقه اليوم يقول لك، هل انت تأيد الزواج التقليدي ولا تأيد زواج الحب؟ خلينا نشوف شو يقولون عاد اخواننا المصريين، مع التقليدي مع الحب ما يندر، بس اتوقع انا 90% راح يقول لك احب، اللي تجوزها احبها. مساء الخير. زيك؟ برنامجنا اسمه ما تكذبش. الاسم ما تكذبش؟ ما تكذبش. انا ما اكذبش؟ اسم البرنامج مش انت، ان شاء الله ما تكذب. سؤال حلقه اليوم، انت مع الزواج التقليدي ولا مع زواج الحب؟ تقليدي. يعني مؤيد الزواج انه عن طريق الاهل؟ اه طبعا. وليش انت مثلا مو مؤيد زواج الحب؟ لان انا ممكن اختار غلط، ممكن اكون بني ادم هوائي واختار غلط. اي بس بالنهايه انت بتعيش معاها مش اهلك يعني. ماشي، بس انا ممكن اكون في فتره مراهقه واختار غلط، انما اهلي عارفين عني. السلام عليكم. السلام. ازيك؟ الحمد لله تمام. متجوز؟ لا لسه. لسه. زين، انت تؤيد الزواج التقليدي ولا زواج الحب؟ لا جواز الحب. جواز الحب، ليه؟ اهو. ليه يعني؟ اهو كده. مو اهو كده، لازم في اجابه، ليش ليش الحب؟ ليش مش التقليدي؟ يعني ليش ما تسيب اهلك هم اللي لا اختاروا لك؟ لا في حد كده انا بحبه وكده فانا انت في حد يعني تحبه وحد تتجوزه يعني انت مع زواج الحب؟ اوكي شكرا. ان شاء الله تتزوجها. تحبها. شلونك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله بنعم. انت تؤيد زواج التقليدي ولا زواج الحب؟ لا الحب طبعا. ازاي ليه؟ لا الحب منها حاجات كتير قوي. ازاي؟ يمكن اللي انت تحبها فتره الحب وبعدين ما تتزوجها هو تكتشف ان ده كله كان فيلم. دي حقيقه صح. بعد اوقات بتحصل. زين والتقليدي؟ التقليدي يعني ساعات بينفع بصراحه. ازاي ينفع؟ يعني بيطول بقى، بيبقى الاثنين فاهمين بعضيهم خلاص. تقليدي لا مش فاهمين التقليدي اللي هو خلاص الام الام بتنقي لك العروسه والاخوات. لا ما جربتش انا السؤال ده، ما جربتوش. ما انت متجوز عن حب؟ متجوز عن حب. عن حب. حبه كم سنه؟ لا مش عارف والله. حبه كم سنه حبيت؟ لا مش عارف. مش هتقول؟ لا مش هقول. شكرا. انت مع الزواج التقليدي ولا مع زواج الحب؟ حب. الحب. ليه الحب؟ عشان احسن. شلون احسن؟ يمكن الراجل يطلع 5 سنين حب وجواز بعدها يطلع شخص ثاني. لا انا راح بالحب. بالحب اختيارك. ماما دي مامتك؟ ما تجوزيها، تجيبي لها راجل لما تخلص علامها. بتقول بالحب؟ ايوه لازم تحب عشان تتجوز، اما تاخد واحد وخلاص. وانت جوزك خدتيه بالحب ولا طبعا. خدتيه بالحب. الله ايام شو اسمه فريد شوقي. الله شكرا. الله يا حقه. انت تزوجتي بالحب ولا تقليدي؟ ما كانش يمنا حب ولا بتاع. ها كنت العروسه تنخطب العريس ما نشوفهاش. الله ازاي؟ انا عندي 75 سنه. العمر كله الحمد لله. يعني انت تزوجتي وزوجك ما شفتيه؟ لا جوزته ما شفتوش. ازاي بقى؟ انت بتقولي ما شفتوش. انت اللي بتقولي. بصراحه والله كان ايامنا كده. ازاي؟ كانوا يختمونا من اهلينا، من ابونا، من اخونا. يدي الموسم لابويا لاخويا لاختي لامي. احنا كنا بقى نقعد معانا في العيله. العيله كلها تقعد مع بعضها. يعني يجي عندنا يقعد مع العيله. ازاي؟ مفيش قول ازاي دلوقتي يمشي ايده في ايدها كده او يحط على رقبتها. عيب اهو الكلام ده. لا ما كانش. ما كانش موجود هو ولا لا؟ مين؟ هو جوزك. يا لا هو موجود. موجود؟ ده مات بقى له 25 سنة وزيادة. طب ليه ما اتجوزتيش تاني؟ لا ما اتجوزتي، وعيالي مني ربيهم. الله يحفظهم إن شاء الله. أنا بشتغل دلوقتي. الله يحفظهم ويطولوا بعمرك إن شاء الله ويخليهم في عيالك. الله لا والله استغفر الله. مشكوره ما قصرت. الحمد لله عليك ربي. حبيبي مشكوره. عاوز اصور ايه؟ اي حاجه. اي حاجه؟ طب قول اي حاجه. اسأل. انت مع الزواج التقليدي ولا مع الحب؟ لا مع الزواج التقليدي. ازاي؟ الزواج العائلات اللي تعودنا عليه. العائلات يمكن تطلع مش كويسه. لا حسب العشره بقى، ما انت مش هتنقي من اي بيت. مش حلوه. مش حلوه الشكل؟ ولا مش حلوه ايه؟ يعني يمكن تطلع مش حلوه الشكل واخلاقها. طبعا ما انت بتروح تشوفها.
انت تشوفها يوم يومين وتخطبها وتخطبها وتقعد فتره فتره الخطوبه 10 سنوات لا يعني 5-6 شهور كده سنه 5-6 شهور وبعدين اذا مش كويسه تقول لها شكرا انت ما تعمل ايه لو طلعت كويسه هتعيش معاها الله يخليك طلعت وحش الله يسهلها انت متزوج 2 متزوجه 2 وعندي 5 عيال واحده حب واحده تقليدي جدع زيك يا حق وقف 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 زيك الله يسلمك اخبارك ايه كويس يا حق انت بتأيد الزواج التقليدي ولا زواج الحب اي حاجه شلون اي حاجه المهم يعني زواج انت بتأيد ايه زواج الحب زواج الحب يعني انت ام عيالك ما اخذها على حب ما اخذها على حب النيل وكذا شكرا شكرا تعال الله اللهم صل على النبي زيك الحمد لله اخبارك ايه الحمد لله متجوز لسه زين انت بتأيد الزواج التقليدي ولا زواج الحب لا الحب بصراحه ازاي ما كنت بتحبها تعيش معاها طول العمر يعني انت بتكذب عليها فتره الحب تكذب عليها اذا انت حبيبتي لا 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 وحركات لا 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 استنى لا لا حقيلك لا 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 ما كنت بتحبها تعيش معاها العمر كله صراحه وليه جواز التقليدي دوت اللي انت تروح صالونات ده اونطه مو صالونات لا صالونات تاخدها بعد شهرين تروح مرميها امك لا امك تشوفها تنقيها لك مين امك اخواتك بيشوفوا لك البنت بنقوها لك بنت ناس تتجوزها بس اقول لك على حاجه انا لو نقيتها يبقى احسن لي عشان اعيش مع العمر كله صراحه مش انت مش هتاكل لهم غصب عنك ما في شيء غصب عنك يعني في اكثر زواجات الحب فاشله لا مش فاشله مش كلها فاشله ان شاء الله تحب اللي تاخذه انت تحب صح انا بحب ربنا ايه لا وبحب كلنا نحب ربنا في واحده انت تحب الحين في واحده في خيالي صراحه نفسي اخدها هي عارفه ولا لا هي عارفه من كذي تتكلم قدامها بالكاميرا عشان لا تشوفه بقول لها انا ان شاء الله اعمل لك احلى شقه زملكاوي هذا زملكاوي في الدنيا فديت راسك إيه؟ انا بعد زملكاوي احلى زملكاوي في الدنيا حسعدك انت تأيد تأيد الزواج التقليدي ولا زواج الحب زملكاوي ما هو دلوقتي العمليه ماشيه مش تمام يعني شلون مش ولا ماشي حب ولا ماشي تقليدي طب انت هتتجوز ازاي انا اللي اختارها انا اتجوزها يعني على حب يعني حاجه زي كده انت تحب الحين لا ما تحب لا تستنى تحب عشان تتجوز اكيد طبعا واذا ما حبيت اكيد اتجوز تقليدي انت الحين اجابتك ما عرفنا انا تقليدي انا قبل كده كنت خاطب يعني عن حب برضه وبعدين وتفركش فركش ليه لانه حب فاشل اصلا ليه هنا بيزمروا كتير؟ هم كده 24 ساعة زمروا، احنا اتدوشنا من التزمير يلا شكرا شايف كده كده الدنيا ماشية ازاي شكرا يا زمالك احلى زمالك ماخذين الدوري ان شاء الله دوري وكأس الاتحاد الافريقي ان شاء الله ان شاء الله شكرا شكرا السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قناة ايه الأول؟ لحظة قهوة تمشي مو سيكل قناة ايه؟ قناة اي تي في الكويتية يا مرحب يا مرحب هلا فيك اشقائنا سؤالنا يقول تفضل انت تأيد الزواج التقليدي ولا زواج الحب الاثنين ازاي يعني هتتجوز اثنتين يعني ما انا متجوز ثلاثة ثلاثة واحدة حب واحدة حب واحدة بالعقل واحدة بالقلب واحدة المصلحة شلون فهمني واحدة بالعقل شوي لو سمحت لان في سر بيني وبينك واحدة بالعقل بالعقل واحدة بالقلب بالقلب واحدة المصلحة واحدة المصلحة المصلحة ازاي يعني نعمل مشروع تجاري انا وهي نعمل مشروع تجاري عندها فلوس يعني ايوه انت ما اخذها عشان الفلوس واللي بالقلب ازاي بالقلب حبيتها واللي بالعقل كان لازم واحده بالعقل كان لازم الاولانيه بالقلب الثانيه بالعقل وانت عايش معهم ثلاثتهم كلهم بيت واحد لا كل واحده بيت ما ينفعش يتفقوا عليا انت حين متزوج واحده مصلحه عشان فلوسها تصرف عليك تقولي ما ينفعش يصرفوا عليا لا يتفقوا عليا يتفقوا عليا تخاف تخاف ما يعرفوش بعض الثلاثه انزين بيني وبينك السؤال اتفضل اقرب واحده لقلبك مين الاولانيه ام العيال مش الاخيره اللي عندها فلوس لا 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 الاولانيه هتسمعك دلوقتي ما تشوفني وتسحب كل الفلوس ما تعرفش زي ما تعرفش عشان انا ماسك المصلحه كلها ما تفهمش حاجه ما اعطيتك وكاله عامه لاعب بيدك وريلك حلو ربنا يوفقك انا وانت عقبالك حبيبي مشاهدينا باللويا والزحمة هذه والأمور هذه كلها انتهت حلقة اليوم اللي كان السؤال انت مع زواج التقليدي ولا زواج الحب ودقهرن ليه الصبح السلام عليكم تابعوني بحلقة جديدة